لو بشرتك بهتانه ودايما بتتاكسد واوقات بتلاقيها غامقه، هاتي قشر برتقان. تعالى اقولك تعملي ايه. اول حاجه هنعمل ماسك بقشر البرتقان، لكن تحفه، هيغذي البشره جدا، هيفتح البشره. وعارفين اللمعه الجميله اللي دايما بنقابل ناس كده بشرتهم بتلمع وجميله؟ هو ده بالظبط قشر البرتقان، بيدي لمعه ونضاره للبشره ما حصلتش. كمان بيفتح البشره، بيشيل البقع الداكنه واثار الحبوب مع الاستمراريه طبعا، وتحفه جدا. وطريقته سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده. الاول حبيبه قلبي، مش طالبه مني غير تم في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الاصدقاء، ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هنجيب قشر البرتقال بالكميه اللي انت عايزاها، وهنشره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكل يوم هنقلبه على وضع تاني تمام كده لحد ما ينشف تماما. خلال 3 ايام بتلاقيه نشف تماما، بنعرضه للشمس لمده ساعتين لحد ما ينشف تماما وتتبخر الميه اللي فيه. وبعد كده هناخده ونصحنه في المصحنه، بيبقى معايا بودر بالشكل ده. ده بقى خيال للبشره، بيفتح البشره جدا، بيغذيها، بيشيل البقع الداكنه، اثار الحبوب، اي مشاكل في بشرتك بتخلصي منها تماما. والمعجزه اللي فيه بقى ان هو بيقضي على الكلف اللي هو ناتج من الحمل والولاده. تحفه جدا، لازم تجربوه. اول حاجه كده ده المكون الاساسي معايا، وهو قشر البرتقان البودر بالشكل ده. بعد كده هنضيف اضافات حلوه جدا انا دايما بحب اضيفها في ماسكاتي. بضيف معلقه من ماء الورد، وكمان معلقه من الخميره، وبسيبهم يتخمروا لمده ربع ساعه تمام. انا هنا علشان وقت الفيديو شغاله على طول، بس انت عندك سيبيهم يتخمروا، مهم جدا، لمده ربع ساعه. هتقولي لي ليه انت بتضيفي كل ماسكاتك دايما بلاقي فيها خميره؟ لان الخميره من الحاجات المميزه جدا الجميله للبشره، اللي بتغذي البشره جدا، وكمان بتسمن الخدود وبتخلي خدودك كده متختخه وشكلها جميل جدا، وكمان بتدي نضاره ما حصلتش. بعد ما سبت ماء الورد مع الخميره اتخمرت لمده ربع ساعه، بعد كده بضيف معلقتين من الزبادي او اللغرد تمام كده. تمام، بعد كده بقلب المكونات كويس جدا مع بعضها لحد ما يدوب الزبادي في الخميره تماما، والخطوه دي مهمه جدا. هتقولوا لي ايه فوائد الزبادي؟ الزبادي بيرطب البشره جدا، كمان بيفتح البشره، وبيساعد في ازاله البقع الداكنه، من الحاجات الجميله جدا اللي بتدي برضو نضاره حلوه جدا للبشره، وكمان بيفتح البشره جدا وبيغذيها، بيديها غذاء كامل. فالزبادي من الحاجات الجميله، خاصه الناس اللي بشرتها جافه تستخدم الزبادي في ماسكاتها. كمان بضيف هنا ربع معلقه او نص معلقه من الحلبه البودر. الحلبه البودر بتعمل ايه؟ بتفتح البشره جدا، بتسمن الخدود، من الحاجات المميزه جدا الجميله، وكمان بتقضيلك على البقع الداكنه. هنا بقى المكون السحري معانا، وهو بودرة قشر البرتقان. ده خيالي، حلو جدا جدا، لازم تجربوا الماسك بالطريقة دي، هيعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوه. طيب الماسك ده كمان من الحاجات المميزة جدا الجميلة، اللي هو بيقفل المسامات الواسعة، وكمان بيقضي لك على حب الشباب. لو بشرتك حساسة، فيها حبوب، فيها احمرار، فيها حم النيل، اي مشكلة عندك في بشرتك تقدري تستخدمي الماسك ده عليها، امن جدا. وكمان بضيف معلقة من عسل النحل. عسل النحل قاتل للبكتيريا الضارة اللي موجودة في البشرة، كمان بيغذي البشرة، بيديها نضارة حلوة جدا. وكمان بعد ما نستخدم الماسك ده هقول لكم تستخدموا تكة بسيطة بعسل النحل على البشرة كترطيب، تحفة جدا، مش هتبطلي تعمليها ابدا. طيب في ناس هتقولي انا ما عنديش عسل النحل، اضيف ايه مكانه؟ تقدر تضيفي معلقة من العسل الاسود مكان عسل النحل، او تقدر تضيفي نص معلقة من زيت جوز الهند مع الماسك، بيدي نفس النتيجة وتحفة جدا. بعد كده يا ست الكل هغسل بشرتي كويس جدا بميه دافيه، بميه دافيه علشان الماسك يديك النتيجه اللي انت عايزاها، علشان نفتح المسامات. وبعد كده بنفرده بالطريقه اللي انتوا شايفينها معايا في الفيديو ده على البشره، وبتركه لمده 30 دقيقه، يعني نص ساعه كامله تمام كده. تمام، تفتيح فوري من اول استخدام، وتحفه جدا، مش هتبطلي تعمليه ابدا. جربيه، ومستنيه رايك هنا في التعليقات. ولو ليكي اي طلب اي استفسار سيبه لي تحت الفيديو وهرد عليك. ولو في اي مكون من المكونات دي مش موجود عندك تقدري تكتبيلي في الكومنت، وهرد عليك وهقولك ايه البديل. وبس كده، مش عايزه مني غير تم في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الاصدقاء، وشكرا ليكم.